السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نحكي على كيفاه نقدر ننشئ مشروع بالبيت ويكون مربح وندخله منه مصروفة. أول شيء ما فنشوف لي بوبليكاسيون سي فيسبوك ولا سي انستغرام كي يحطوا يحكيوا على المشاريع ويقولوا مثلا كيف بديتي مشروعك ولا وش تديري في حياتك كمشروع ولا كيف نجحتي مشروعك. نلقى اغلبيه البنات يقولوا باللي راهم ما لقاوش وش يديروا، ما عندهمش فكره وش يديروا ولا ما يعرفوش يديروا حاجه ولا ليسونسييل اشكاليات ياسر، وهذوما انا نشوفهم جوست اسباب بركه باش الانسان ما يبداش يخدم. انا نقول لك لا، بالعكس، ما كانش حاجه ما تعرفيش تديريها، وكي تحبي تديري حاجه تديريها، وكي ربي يقول لك اسعى يا عبد واسعى وراءك، يعني انت جوست اسعاي بركه وسيبا. اول حاجه باش تعرفي روحك باه تبداي وكيف راح تبداي، ديري تحديد الفكره تاعك والهدف من المشروع. تحديد الفكره باغ اكزومبل تقعدي مع روحك قال انا واش نعرف ندير، اسكو نعرف نخيط، نعرف ندير كروشي، نعرف نطيب، باغ اكزومبل الحوايج اللي قدام في الدار اسكو نعرف ندير لهم الترميم، اسكو نعرف نرسم، اسكو نديكوري، ما عنديش حوايج ياسر. اكزامبل تعرفي ديري كونفيتير، ديري كونفيتير وبيعيه، تعرفي ديري لكن تعرفي تخدمي شويه في الميكرو مثلا في الفوتوشوب ولا اكزامبل فوتوشوب ديري دي زيتيكات. الحمد لله درك عندنا احنا كلش متوفر وتقدري تشري من اي مكتبه مثلا ليزوت كولون ولا البابي بريستال. هذا بابي بريستال نص الناس ما يعرفوش، هو ورق المقوى كما نقولوا احنا اللي مش مخطط. لكن الرسم والتلوين والالوان والماتريال الحمد لله كاين، كاين حانوت يبيع كلش ما شاء الله. الحانوت هذا مر معمول الناس كل مره تعدي عليه وش هو ما يتولهولوش، باسكو احنا مع الاسف ان المجتمع ما يهتمش بالفن ولدرجة انه ما يتولهش حتى للماتريال حتى ولو مش راح يستعملوا في الفن. كان هذا الحانوت في شاند مارس تاع مسيو كمال وشني يبيع كلش ما شاء الله. كاين حوانيت اخرين صغار مي هو تلقاي بخاس كلش عنده. كاين مثلا تحبي تخدمي لي زاكسيسوار، الحمد لله دركا لي ميرسيري كل ولاو يجيبوا الماتريال، صح ما يجيبوش 100% مي يجيبوا بنسبه انك تقدري تبداي مشروعك. ما كانش منها ديما تقدريش، وكي تقولي ما كانش وما كانش ادي جست اسباب باش انت ما تبدايش، باسكو انت مش حابه تبداي. باغ اكزومبل اوازيس ولا سوفي الميرسيري هذاك تاع مسيو بابا هون، هادو ما يبيعوا الحمد لله الماتريال، يعني تقدري تشري من عنده. ما عندكش سوار ده سيدي، نقدر في الدار عندي قش قديم نقدر نخدم به حوايج دي ساك. نقدر نروح مثلا عند بوت بيبليسيتير نقولوا اعطيني دي باش قدم تقدري تخدمي بهم دي بورتموني. ودخلت عند وحده هديه كنت حاله حدا لاتيلي تاعها، دخلت عندها الدور على لي بوت بيبليسيتير الكل تقول لهم اعطيني لي شوت تاع لي باش، يعطيوها لي شوت تاع لي باش تخدم بهم حوايج ما شاء الله، لي ساك لي بوتموني تخدم كلش، وحتى في المعارض تبيع والله تبيع وحوايجها ما شاء الله. الشمع شمع نورمالمون تقدري ديريهم، بطاطا الشمع 10000 جو با واحد ما عندوش 10000، حتى ما عندكش مي تقدري تلميها سيدي 10000. 10000 باطا شمع تقدري تشري باطا الوان شمعيه كاين تاع 6000 ولا 10000 هذوك، لكن مازالو يكزيستي وتقدري تلوني به. ولكن لي مول الحمد لله كاين ما شاء الله من 25000 وطلع، صح شويه غاليين مي باش تبداي جو كوا سافا.
رأس مال جست رح يسرع برك انك تبداي تمشي في مشروعك، بصح البداية من عندك انت. المال جست وسيلة للتسريع فقط. اول حاجة باش تبداي مشروعك درك هاك راح تشوفي روحك انت واش تعرفي ديري. سيبا عرفنا واش راح واش نعرف نبيع، نعرف نخيطها، هيا اوكي واش لازمني نجيب ورقه نماركي، نسحق مثلا تيسيو، نسحق ابالي، نسحق خيط، نسحق هاك 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 ونماركيهم في ورقه. انا هاد حتى غاليين نشوف سيدي كروشي، الحمد لله الكروشي ارخص بوبينه ب 3000، وكي تحبي تخدمي حوايج تخدميهم ما شاء الله. صح الماتريال دي فوا كي يكون مليح يعطي نظره مليحه ويعطي خدمه مليحه، مي ما ننساوش الابداع، باسكو الابداع كي ما يكونش حتى كنت عودي شاريه الماتريال بملايين اكي والله ما تتقني العمل تاعك. لكن كي يكون عندك الابداع حتى ولو بحوايج بسيطه راح تعرف تديري تخدمي حوايج. الترميم باغ اكزومبل عندي بواط تحت طبق ديما ولا ما عنديش، نقدر نهزها ونرممها نشوف واش تحتاج مثلا الوان لصقه بابي. لكن تحقي تمبريمي هكا تلصقي حوايج هذوما تماركيهم في الورقة وتروحي مثلا في الحانوت تدوري على الحوانت اسكو يتباعوا، تتباع هذه اوكي تتباع نكوشيها نماركي بقده وانا لمتلها لمصروفها. نعرف ندير فوتوشوب، قريت فوتوشوب وقعدت في الدار وما عنديش كيف نقري، نقدر نحل شاني يوتيوب ونعلم الفوتوشوب عبرها ولا إليستراتور ولا هادوما لي لوجيسيال نعلم باليوتيوب وانا قادره نخلص باليوتيوب والحمد لله هذا مدخول ورزق حلال وكلش. باغ اكزومبل ندير الكروشي وملقيت باغ اكزومبل الكروشي يتخدم غير في موسم الشتاء هكا تاع الناس بدا توجد قش عجل البرد وحاجه، تقدري مثلا تحلي شاني يوتيوب وتعلمي فيها الكروشي. درك الحمد لله تعرفي الطيبية كيف كيف شان يوتيوب وانتي حاله باش تطيبي. درك صح كي تقولي كاين مثلا ديشان ياسر يعلمو، كاين ديشان ياسر دارو، بس صح ما تنسيش باللي انتي راح تعلمي حاجة اللي ما علمتهاش الاخرى ولا ما علمهاش الاخر، تكوني مميزة بالمشروع تاعك، تكوني مميزة بخدمتك، راح تكون عندك الميزة تاعك تاع مثلا هذه ما لقيتهاش عند فلانة نلقاها عند فلانة، وهذا اللي رح يميزك انتي. وحتى لكن لقاو عندك الحاجة مثلا اللي تميزك على الغشي كامل رح يقصدوك سير حتى ولو كان الاف القنوات. اكزامبل انا كي كنت نتعلم فوتوشوب كنت نقرا في السنتر ودخلت الفنون جميلة تعلمت فوتوشوب وكنت ندخل في اليوتيوب ندخل عند هذا وهذا 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 باش تعلمت حوايج ياسر، ما قلتش لا مكترو لي كان ياسر ليشان وما عنديش وش بيه ما دام الواحد برك يعلم، لا تعلمت من عند هذا حاجة ومن عند ذاك حاجة ومن عند البروفيسور حاجة ومن السنتر فورماسيون حاجة، كل واحد تعلمت من عنده حاجة، حتى مع زملائك راح تتعلمي حاجة. ليسونسيال هذه كانت جوست فكرة على كيف تبداي المشروع، وكاش ما عندكم كاين كاش ما عندكم لي كيسيون تحطوا لي في كومونتير وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونقدر نجاوبكم ونقدر نساعدكم. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر، تبقوا في الامان ان شاء الله.